فيما يخص السيد النائب الجمالي اتضح وانه مصاب، دونك باش نحدوا قائمه المخالطين. انا تو طلبت النمرو لكن لقيته خارج الخدمه مش نمرو. بعثنا ارساليات للنواب المعنيين باش يتصل بالمصلحه الطبيه وخاصه طبيب المجلس باش هو اللي يحدد المخالطين شكون هو الاجراءات الخاصه. جيتكم الاجوبه؟ الاجوبه ما جاتنا حتى واحد. الارساليه ارسلناها لاداره ارسلتها لكن الرد مازال. يعني توا الجلسه منعقده وانت مازلت ما عطيتش الراي نتاعك شكون اللي يعتبر مخالط وشكون اللي لا. من المفروض اللي جاته ارساليه يلتزم ويحاول يتصل بطبيب المجلس باش يحلوا الاشكاليات. دونك انت توا ما اتصل بيك حتى حد والجلسه منعقده وهما موجودين. لا حد مازال نستناو. فوالا انا طرحت الموضوع في الجلسه قلت لهم انتم عاملين توا جلسه حضوريه وناس قاعده بحدا بعضها وانتم عندكم على الاقل زوز كتل معنيين انهم خالطوا ناس ثبتت اصابتهم بالكوفيد. قال لك وراو طبيب المجلس قال راني مازلت ما عنديش شكون اللي معناه جي واتصلوا بيا باش نعطيه الوضعيه. انا خلطت ربع ساعه خلطت درجين قعدت بحذاه باش طبيب المجلس يحدد شكون هم اللي يلزمهم حجر صحي شكون يلزم تحليل شنو اللي يلزم نعمله. هذا ما صارش وكذبوني. كذبتني توا رئيسة الجلسة وقالت لك ليه كل شيء موجود وامور منظمة والطبيب اتصل بيك ووضح لك. لوك هو توا يقول لكم اللي هو بعث دي ميساج للنواب اللي نجموا يكونوا مشمولين بالحكاية هذية لكن حتى حد ما جاوبوا. وبالتالي طبيب المجلس اليوم ما خالي المسؤولية ما يعرفش الداخل شكون مشمول بالمخالطة ولا لا. واحنا توا أقل شيء عندنا ساعة في وسط الجلسة. يعني كان فما فيروس ما فماش تهوى او ما كبريتو كان فما فيروس ولا حاجه كنا نجموا الناس تتعدى وهما ما يهمهمش وحاسبين رواحهم ما في بالهمش. هذايا مجلس نواب اللي من المفروض يطبق القرارات الحكوميه ويطبق البروتوكول الصحي يحكي ولنا على الحمله التوعويه والتحسيسيه. هاو طبيب المجلس قدامه انا باش نمشي نعمل التيست باش نمشي اخذينا موعد احنا في كتله حزب الدستوري الحر. هاو فما شكون اللي باش يقولوا لنا اللي عملوا ديجا يقولوا لنا الريزلت بتاعهم واحنا ماشيين باش نعملوا توا التحاليل هذه. ومن المفروض نحب نسالك سيد الطبيب كي تعمل التيست لازمك تعمل حجر ولا تعمل التيست وترجع للجلسه؟ يعطيك الصحة. اللي يعمل تيست شو معناته؟ معناته هو شاكك في روحه، معناته نجم 50% يكون شاكك في الوضعية. هو احنا معناش هذا ما شاكك في الوضع اللي احنا فيه. اللي يعمل تيست، أي شخص يعمل تيست معناته هو شاكك في روحه. ولا شاكك في الظروف اللي تحط فيها. المفيد اللي يعمل تيست آليا مباشرة يعمل الحجر الصحي يبدأ فيه إلى أن تظهر التحليل. كان التحليل سلبي عادي وإذا كان التحليل إيجابي راهو معناتها يكمل يواصل في الحجر الصحي. يعني احنا توا اذا باش نعملوا تيست ما يلزمناش نرجعوا للجلسه. فما ملاحظه بسيطه نحب نقولها. راهو الناس الانسان المخالط اللي يحب يعمل تيست هو توا ليت التيست موجه. شو معناها؟ ما نعملوها كان الناس اللي تظهر عليهم اعراض. هذوما الناس اللي باش يعملوا تحاليل تابع المؤسسات الحكوميه معناتها السامي ولا الاداره الجهويه بالفرق متنقله. فما البريفي هاكا تاعت وزاره الصحه. احنا باش نعملوا في الخاص على نفقتنا الخاصه. على نفقته الخاصه يعملها في البريفي باش نحميو روحنا نحميو الناس باش احنا بوزيتيف ونعديو في العباد. هو اش قال توا طبيب انا كي نمشي توا باش نعمل التيست نرجع هوني ولا لا؟ المفروض تعمل تيست ما تعرفش روحك حامله الاصابه ولا هذاك من المفروض منطق وانا باش نعمل تيست عارف ايش تعمل. من المفروض تلتزم بالحجر الى ان تظهر نتيجه التحليل. دونك هذا اسيمبتوماتيك نجم نكون ما عنديش اسيمبتوماتيك اسيمبتوماتيك اي معليش عرفت لكن هو حامل الفيروس. اكثر الحالات في تونس ولا في العالم هي اسيمبتوماتيك. علاش هما يلزمهم ياخذوا الاجراءات؟ يعني احنا نجم نكونوا ما عندناش اعراض اما نجموا حاملين الفيروس. مادام عندك نائب انت سيغ ديكلاري ومادام انت توا طبيب المجلس تقول ما تعرفش شكون الداخل مخالط وشكون مش مخالط. دونك احنا انت مازلت ما عملتش التقصي. نعاود ناكدوا عليهم عن طريق رئيس. ما توا الجلسه ديجا منعقده. يعني لو مالي في يعني هما نورمالمون ما يعملوا الجلسه كان ما انت بالليستا بالنائب النائب انت تعمل معاه لونتروتيان. لسان الطبع نقولها مش معناتها كطبيب نتكلم. الانسان اللي الحاله مازال مشكوك فيها يلتزم بالاجراءات الوقائيه الديستانسياسيون والبافيت وتعقيم الايدي حتى اذا كان فما انسان حامل الفيروس ما تجيش العدوى. هذا ناحية تطمينية برك.
ما نجمش نقول اكثر من هكا، معناتها الحاله ما تستوجبش يعني توا اللي صاير الداخل عادي. لا مبدئيا انا قلت لك مبدئيا انت كطبيب مجلس علاش مش انت اللي تفرض البروتوكول؟ علاش مش انت تقول لهم ما تبداو الجلسه الا ما يجيوني النواب ويتصلوا بيا ونعرف شكون مخالط وشكون مش مخالط، وانا نحدد شكون يمشي يشد الحجر وشكون يحذر. يا اخي هذه انت مهمتك خاطر زاده صحتنا في رقبتك. لكن هما هذو ما يهمهمش، راهو هذو ما يهمهمش، او كالشيخ نتاعهم بعدوه هذاك حماه والشيخ نتاعهم، واحنا مش مشكله. انا مش اكد على اس ام اس ثانيه، وربما نتكلموا رئيس الجلسه باش مباشره يتدخل على اساس تصب طبيب المسرح. لا سامحني، كانت تنجم تتدخل توا وتكلم رئيس الجلسه خاطر كذبتني هي توا، وناس شافتها في التلفزه كذبتني، كلمها وقلها راهو ما اتصل بيا حتى حد، وراهو اللي حاضرين غادي ما نعرفوش شكون ينطبق عليه وشكون لا، وتحملهم المسؤوليه خاطر فما مرسوم يقول لك كي تبدا عارف روحك عندك امكانيه وتخلي روحك في وسط العبيد تتسمى عمل جريمه. واحنا دونك توا نمشيو نعملوا تيست، ما يلزمناش نرجعوا للجلسه. اللي يعمل تيست اليا هكا حتى تخرج النتيجه. وربي معك اوكي. شكرا. اما نحميو النواب اللي